أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن تذاكر مباراة الأهلي وفريق مونانا الجابوني المحدد لها السادس من مارس باستاد القاهرة في ذهاب دوري 32 لدوري الأبطال الإفريقي سوف يتم طرحها في الأول من مارس المقبل. وأضاف مرجان أن هناك حصة مخفضة من التذاكر سيتم طرحها لأعضاء النادي داخل الفروع الثلاثة، لكن غالبية التذاكر ستكون للجماهير عن طريق الموقع الإلكتروني. وأشار مرجان إلى أن الإدارة تقدر دور الأمن جيدا وتراهن على وعي الجماهير وتعكف حاليا على وضع آلية متكاملة خاصة بالجماهير وتذاكر المباريات بشكل احترافي. قدم سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا مفصلا لحسام البدري المدير الفني للفريق عن فريق مونانا الجابوني استعدادا لمواجهة الفريقين يوم السادس من مارس المقبل في ذهاب دوري 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقام معوض بتسليم تقريره الذي تضمن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمنافس وأبرز لاعبيه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها، خاصة وأن معوض تابع مباراة الفريق في دور 64 للبطولة من الملعب. قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تأجيل الحديث عن مباراة مونانا الجابوني إلى ما بعد مباراة الداخلية المقبلة والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء قرار البدري من أجل التركيز في مباراة الداخلية المقبلة والتي يساهم الفوز بها في اقتراب الفريق من تحقيق اللقب 40 للدوري. قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن هناك صعوبة في لحق الثنائي سعد سمير وأحمد حمدي لاعبي الفريق بمباراة الأهلي والداخلية. وأوضح أيوب أن سعد سمير وأحمد حمدي عائدان من الإصابة وأن لحاقهما بمباراة الداخلية المقبلة سيكون صعب لعدم اكتمال جاهزيتهما البدنية والفنية. وكان أحمد حمدي يشكو من شد في العضلة الخلفية وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس الأحد، بينما يشكو سعد سمير من نزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية. يخضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج تأهيلي مكثف حيث يؤدي تدريباته على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية. وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في حالة سعيد الذي بدأ مرحلة الجري والتأهيل في أرض الملعب استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق. أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد حمودي لاعب الفريق يعاني من كدمات وجزع في الأنكل وسوف يبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي عقب زوال الورم الذي يعاني منها، ويحتاج 10 أيام بشكل مبدئي للعودة للمشاركة في التدريبات. ويخضع حمودي لجلسات علاج طبيعي في الفترة الحالية، وتأكد غيابه عن مواجهة الداخلية بعد إصابته في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة.
انتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية، حيث شارك في تدريبات الحراس التي أقيمت تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى. وكان إكرامي قد غاب عن مران الأهلي أمس بإذن من الجهاز الفني بسبب الآلام التي كان يعاني منها في ضروسه والتي استدعت ذهابه إلى الطبيب. وأدى حراس الأهلي إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي ورمضان مصطفى تدريباتهم استعدادا لمواجهة الداخلية التي تقام بعد غد الأربعاء في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب تتشي بالجزيرة. واستمرت المحاضرة لمدة 30 دقيقة تقريبا. شرح خلالها البدري مواطن القوى والضعف في فريق الداخلية، وتحدث عن أدوار اللاعبين وكيفية تفادي الأخطاء التي شهدتها مباراة الانتاج الحربي الأخيرة والتي حسمها الأهلي 2-1. والآن أمير هشام مراسلنا ليطمنا على مران الفريق. يا أمير أهلا بك. أهلا بك يا آية، وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يا ريت تطمنا على المران النهارده. النهارده النادي الأهلي بيواصل تدريباته استعدادا للمباراة المهمة المقبلة أمام فريق الداخلية في الأسبوع 27 من بطولة الدوري العام، بالتالي النهارده كان التدريب الثاني على التوالي بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا عقب الفوز الأخير طبعا في المباراة الأخيرة في بطولة الدوري عبر الصعب نتيجة 1-1. النهاردة المباراة ابتدت. أمير نأسف لانقطاع الاتصال. والآن إلى أخبار قطاع الناشئين. أكد خالد جد الله نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على أن النادي قد وافق على سفر عمر عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق 2002 إلى إسبانيا لقضي فترة معايشة مع فريق لافيس. وأضاف أن النادي لا يقف أمام خروج أي لاعب لقضي فترة معايشة، خاصة أنها تكسبه خبرات كبيرة داخل وخارج الملعب، مؤكدا أن اللاعب سيتواجد في النادي الإسباني في الفترة من 15 حتى 25 من مارس المقبل.